يا ابو خالد لا نقاش ولا كلام، ننتظر منك اوامر ساميه، ما نعديها كذا برد وسلام لين ما نروي الكبود الضاميه. علم الخاين يواجه الانتقام، ضربه عيال الفلاحي حاميه، ما نعديها كذا برد وسلام لين ما نروي الكبود الضاميه. علم العاين يواجه الانتقام، ضربة عيال الفلاحي حامية، ما نمر المعركة مر الكرام، حن مخالبنا مخالب دامية، سابقات الصوت من فوق الغمام، تقطع فيوي الخضر مترامية، يوم سروها على جنح الظلام هدات مثل البحور الطامية.